آخر حاجة في المحاضرة الثالثة هنتكلم عن الـ Virtual LANs أو الشبكات المحلية الافتراضية. طيب ما هي الـ Virtual LAN؟ الـ Virtual LAN هي شبكة غير حقيقية. كيف بنعمل الشبكة غير حقيقية؟ إحنا عندنا في الإيثرنت أو في الشبكات العادية، مثال عندي سويتش زي ده، بيكون فيه مثلا فيه 8 منافذ، 8 بورتس، كل بورد ممكن يتصل به جهاز، والتمانية أجهزة ديل بيشتغلوا مع بعض كشبكة واحدة. طيب لو أنا عايز أعمل شبكة فيها 4 أجهزة وشبكة تانية فيها 4 أجهزة، معناها لو أنا عايز أعمل فيزيكال الكلام ده لازم أجيب سويتش، 2 سويتشز، كل سويتش لشبكة، يعني أجيب سويتش مكون من 4 بورس أو من 8 بورس، أوصل فيه الأجهزة بتاعتي الأربعة في السويتش ده، كده بقى عندي شبكة لان محلية فيها 4 أجهزة، وأشتري سويتش تاني أوصل فيه 4 أجهزة من 4 بورت مثلا أو أكتر، فدي شبكة تانية محلية سيبريت من دي. كده عندي تو لانس، 2 شبكتين من اللوكال اريا نتورك. فممكن انا بدل ما اشتري 2 سويتشز ممكن استخدم السويتش ده عشان اعمل 2 لانس، لكن بيكونوا فيرتشوال لان وبيشتغلوا كانهم سيبريت سويتشز. يعني ممكن اعمل تهيئة لل4 بورت دي مع بعض، اعمل لهم تهيئة، طبعا هنجي نشوف لقدام في نفس الكلام ده، واربط ال4 اجهزة هنا بحيث انه ال4 اجهزة دي بتشتغل بـ IP addresses سب نت مختلف، وأهيئ ال4 بورز ال4 منافذ دي كأنها سويتش تاني، وأربط عندي 4 اجهزة تانية، فيكون عندي 4 اجهزة يشتغلوا كأنه شبكة محلية منفصلة عن الشبكة دي. كده عندي دي شبكة مكونة من 4 اجهزة في نفس السويتش، وعندي تاني دي شبكة فيرتشوال لان ودي فيرتشوال لان، بقى عندي 2 فيرتشوال لان، كل واحدة بديها اسم، وبهيئ البورس بانها تشتغل مع الفيرتشوال لان دي، والبورس الاربعة دي تشتغل مع الفيرتشوال لان دي، واوصل 4 اجهزة هنا و4 اجهزة هنا، بتشبه الحكاية دي، كأنه عندي 2 لانس، لكن ال2 لانس اللي هنا في السويتش الواحد بسميهم فيرتشوال لان. فيبقى هنا التعريف انه الفيرتشوال لان انه ممكن اعمل ديفايد لسنجل سويتش انتو 2 فيرتشوال سويتشز، يكون عندي 2 سويتشز افتراضيات غير حقيقيات، وبيشتغلوا اكزاكتلي كأنهم 2 separate سويتشز حقيقية. يعني ال 2 فيرتشوال لانز دي بتشتغل زي الاثنين ديل الحقيقية، ما في فرق بيناتهم، بس وفرتها انه السويتش واحد استخدمته عملت بيه 2 فيرتشوال لان، وممكن اعمل اكتر من 2 فيرتشوال لان. يعني ممكن يكون عندي سويتش فيه 16 بورد اعمل فيه 3 لانس او 4 لانس او 6 لان حسب ما احتاج. الكلام ده بيعني انه اذا كان لما نعمل تهيئة للفيرشوال لان، اذا كان عندي في بورد في فيرشوال لان استلم باكيت مرسلة لجهاز او ديستنيشن في نفس الفيرشوال لان، يعني مثلا في الرسمة دي لو جهاز هنا ده استلم رسالة من جهاز ده في نفس الفيرتشوال لان، يعني من البوردة هتمشي للبوردة، في الحالة دي السويتش بيعمل فورورد للباكيت للديستنيشن بورد في السيم فيرتشوال لان، كأنه ما عندي فيرتشوال لان، يعني بيتعامل مع يعني البورد ده هيرسل رسالة للبورد ده كأنه ما في فيرتشوال لان. ايضا يعني الكلام ده انه اذا كان في بورد في الفيرتشوال لان استلم حزمة مرسلة لجهاز في نفس الفيرتشوال لان، والسويتش ما عارف الديستنيشن ادريس حقها، يعني بمعنى تاني من الرسمة دي، خلينا اوضح الرسمة بصورة اوضح. عندي دي فيرتشوال لان، افترضت انه عندي دي فيرتشوال لان،
زي ما قلت قبل شوية، ودي فيرتشوال لان تانية، ممكن أسمي دي V1 ودي V2. وعندي هنا أربع أجهزة متصلة بالفيرتشوال لان الأولى. أربع أجهزة كمبيوتر متصلة ب V1، وعندي أربع أجهزة كمبيوتر متصلة ب V فيرتشوال لان الثانية V2. أربع أجهزة متصلة بالفيرتشوال لان الثانية. فالكلام الأول اللي قلته، إذا كان جهاز استلم رسالة من جهاز ثاني في نفس الفيرتشوال لان، فبترسل من البوردة للبورد ده عادي كأنه ما في فيرتشوال لان. الحاجة الثانية، لو جهاز عايز يرسل رسالة لجهاز لكن هو ما عارف من الجهاز ده، ما عارف الماك ادريس حقه. فطبعا احنا عرفنا في هناك في السويتش انه السويتش لو ما عرف الماك ادريس بيعمل فلودينج، انه بيرسل الرسالة دي لده ولده ولده للثلاثة، لكل السويتش طبعا اذا كان السويتش حقيقي. هنا في الفيرتشوال لان لو في جهاز عايز يرسل رسالة لجهاز في نفس الفيرتشوال لان وما عارف الادريس حقه، بيرسل بيعمل فلودنج لكن وين؟ داخل الفيرتشوال لان الاولى بس، يعني بيعمل فلودنج للثري بورتس اللي معاه فقط. وده ميزة في الفيرتشوال لان، انه معناها الفيرتشوال لان بيقلل الترافيك المستخدمة في الفلودنج. لانه لو ما في فيرتشوال لان، لو انا ما عندي فيرتشوال لان، لو جهاز عايز يرسل لجهاز ثاني في السويتش وما في فيرتشوال لان، هيرسل للسبع بورصة الثانية ما للثلاثة، لكن هنا هيرسل للثلاثة الموجودين معاه في نفس الفيرتشوال لانه ده بقلل الترافيك. ايضا الكلام ده الفيرتشوال لان بيعني انه لما تعمل برودكاست لباكيت، يعني جات برودكاست استلم السويتش برودكاست ريسيف، السويتش بيعمل فورورد للباكيت دي في الفيرتشوال لان فقط، في السيم فيرتشوال لان. يعني وصلت للسويتش برودكاست مشيت هنا، فبيعمل ليها بيعمل ليها برودكاست للاربع بورت دي بس، ما للثمانيه بورت، للفيرتشوال لان اللي هو فيها فقط. وده برضه ميزه بتقلل لنا شنو، بتعمل بتقسم لنا البرودكاست دومينز الى هنا في السويتش الى تو فيرتشوال لان، زي ما بيعمل الراوتر. الراوتر بيقسم الفيرتشوال البرودكاست دومين الى اجزاء، ايضا الفيرتشوال لان بالصوره دي، لانه البرودكاست بيرسل للفيرتشوال لان اللي هو فيها تم فيها البث او البرودكاست، وبالتالي قللنا او قسمنا البرودكاست دومين. لو كان عندي سويتش كبير فيه 16 بورت وعندي فيه 3 فيرتشوال لان، وفي واحدة من الثلاثة فيرتشوال لان حصل فيها برودكاست، البرودكاست بيبث في الأجهزة الموجودة في الفيرتشوال لان بس اللي تم فيها البث. أما التو فيرتشوال لانس الثانية ما حجيها البرودكاست، ده بقلل الحركة والزحمة في السويتش. طيب أنا لو عايز أستخدم الفيرتشوال لان بعمل شنو؟ أول حاجة مانيوالي بعمل كونفيجريشن للبورد بتاعت السويتشز عشان تشتغل مع الفيرتشوال لان معينة، مع فيرتشوال لان معينة. أهي البورد مثلا في الرسمة دي أو في الشكل ده، أنا عايز أعمل تو فيرتشوال لان، فأجي البورد 1 وبورد 2 و3 و4 بعمل لهم كونفيجريشن بحيث إنهم يشتغلوا مع فيرتشوال لان اسمها V1، وأعمل بورد ده الخامس والسادس والسابع والثامن، أعمل لهم تهيئة بيشتغلوا مع فيرتشوال لان تاني اسمها V2 مثلا. إذا عشان أعمل فيرتشوال لان مع الكونفيجريشن للبورد عشان تشتغل مع الفيرتشوال لان المعينة، باي ديفولت لو أنا ما عملت تهيئة كل السويتشز بتكون مهيئة تلقائيا إنه البورد حقتها بتشتغل مع فيرتشوال لان اسمها VLAN1، مهيئة كده. يعني أصلا السويتش بيكون عنده فيرتشوال لان واحدة كاملة لكل البورد اسمها VLAN1، البورد بتشتغل بيها. لو عايز أعمل نيو فيرتشوال لان، بنش بعمل نيم جديد للنيو فيرتشوال لان، اسميه مثلا V1 او V2 او اسميه ديبارتمنت اكس او كذا، وبعد ذاك اعمل كونفيجر للبورد اللي عايزه تشتغل مع النيو فيرتشوال لان. يعني مثلا انشي
عايز اعمل فيرتشوال لان اسمها في 1. اول شيء اعمل كرييت هنا، انشئ نيم اسمه في 1 للنيو فيرتشوال، لان بعد ذاك اجي اعمل تهيئة للبورصة اللي عايز تشتغل مع في 1، مثلا بورت 1 و 2 و 3 و 4، وانشئ ثاني فيرتشوال لان اسميها في 2، واجي اعمل كونفيجريشن هاي البورصة البقية عشان تشتغل مع في 2. كده عملت 2 فيرتشوال لان. البورت اللي بيحصل له كونفيجريشن عشان يشتغل مع فيرتشوال لان معينة بنسميه اكسس بورت. يعني هنا من الرسمة دي هنا عندي 4 بورت، 4 اكسس بورت بتشتغل مع في 1، وعندي 4 اكسس بورت بتشتغل مع في 2. لو سميت دي، لو سميت الشبكة الأولى دي لو سميتها في 1 ممكن أسميها أي اسم، والشبكة دي سميتها الفيرتشوال لان دي سميتها في 2، فيبقى عندي 4 اكسس بورت في في 2 و4 اكسس بورت مع في 1. البورس اللي بيحصل ليه كونفيجريشن عشان تشتغل مع اكثر من في لان بسميها ترانك بورس. احيانا ممكن اعمل تهيئة للبورس انها تشتغل مع 2 في لان او 3 في لان، يعني في بورس بيشتغل مع الثلاثة او مع الاثنين فيرتشوال لانس، فده بسميه ترانك بورس، بسميها ترانك بورس. باي ديفولت كل السويتشز، كل البورت بتاعت السويتشز بتكون مهيئة انها تكون اكسس بورت، وباي ديفولت قلنا الفيرتشوال لان اسمها في لان 1، فتبقى هي اكسس بورت في في لان 1. السويتش باي ديفولت يكون كده، كل البورت حقته هي اكسس بورت وكلها بتشتغل مع في لان 1، ما لم اغير اسم الفي لان واعمل اكثر من في لان في السويتش. طيب احيانا ممكن اعمل يكون عندي اكثر من سويتش، مثلا 2 سويتش، فعندي هنا ده سويتش افترض فيه 8 بورت، وعندي سويتش تاني فيه 16 بورت مثلا. طيب فانا ممكن اعمل كونفيجريشن للفي لانس عشان تشتغل اكروس سويتش، يعني ممكن تكون عندي في لان اسمها مثلا هنا سميناه VLAN account، قسم الحسابات او المحاسبة. فعندي 4 اجهزة، ممكن ال4 اجهزة دي اعمل هنا one board مهيأ، اعمل لي configuration عشان يشتغل مع VLAN access، وهنا اعمل لي 3 boards يشتغلوا مع ال VLAN access. يبقى ال VLAN access بقت عندها فيرتشوال لان مكونة من بورت من السويتش ده و3 بورت من السويتش ده، دي اللي هي اكروس او عبر اكثر من سويتش. فهنا قال انه لو كان عندي في لان اسمها اي سي تي اكاونت اي دبليو سي تي، زين ممكن اعمل كونفيجريشن للبورت في اي واحدة من السويتشز تكون اكسس بورت تشتغل مع VLAN account. بالطريقة دي بكون عندي شنو entire counting staff can operate on accounting VLAN اللي هي ال VLAN ACTT AWCT. يبقى ده الفكرة بتاعت ال virtual LAN، ودي نهاية المحاضرة الثالثة، ودي المراجع المستخدمة.